بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اعزائي المشاهدين اسعد الله اوقاتكم. وفي سلسله حديثنا عن معارك الجيش العربي في عام 1948 في مواجهه العدو الصهيوني ساتحدث عن معركه دار حولها لغط ومغالطات كثيره وظلم فيها الجيش العربي ظلما كبيرا. وهنا اقصد انه يقع في اذهان الكثيرين من من هم صهاينه او هواهم صهيوني ان سقوط اللد والرمله كان فيه تامر من الجيش العربي، وهذا والله ظلم بين. ومن روج لمثل هذه المغالطات والشائعات هي الصحف والمجلات الصهيونيه من اجل بث الفتنه والتشكيك بالجيش الاردني ودوره وتضحياته في سبيل الحفاظ على فلسطين. فاللد والرمله كانت ضمن قرار التقسيم الظالم ضمن مناطق العربيه وليست ضمن التقسيم 56% لليهود. ولكن اليهود مجرد ان خرج البريطاني في 14 أيار 1948 من فلسطين وأصبحوا يسلمون المناطق منطقة تلو منطقة للعدو الصهيوني والمنظمات الإرهابية تجاوز كل هذه القرارات والحدود وأراد أن يصل إلى القدس وهنا لا بد له من الوصول إلى اللد والرملة واحتلالها منذ ذلك الوقت قاموا بمجازر كثيرة وكبيرة بحق أهل اللد والرمل، وحقيقة لم يكن حجم القوات من الجيش العربي الأردني في منطقة اللد والرمل حجما كبيرا، فلم يكن هناك سوى سرية واحدة تسمى السرية الخامسة بقيادة الملازم أول أديب القاسم، وهذه قوة غير قادرة على مواجهة العدو الصهيوني ذو العدة والعتاد. هنا شعر أه الأردنيون بضرورة تقديم الدعم والمساندة والمساعدة لأبناء الجيش العربي في الدفاع عن فلسطين. فلبى العديد من الأردنيين نداء الجهاد والواجب في سبيل الدفاع عن فلسطين وعن القدس بعد أن تناهى إلى مسامعهم أن الجيش العربي يعاني من نقص في القوى البشرية. فتحرك معظم أبناء العشائر والقبائل الأردنية لمواجهه العدو الصهيوني ومسانده الجيش الاردني في اللد والرمله في شهر اذار من عام 1948 تجمع في منطقه عمان وبالتحديد في منطقه المحطه مجموعه كبيره من المجاهدين الاردنيين للذهاب الى اللد والرمله لمسانده السريه الخامسه بالدفاع عن اللد والرمله تجمع هؤلاء المجاهدين الابطال في منطقه المحطه وتم نقلهم وتحميلهم بسيارات تابعه للجيش الاردني. وحقيقه كان خليط جميل جدا من كافه ابناء وقبائل العشائر الاردنيه وكانوا في معظمهم تحت قياده المجاهد عبد الحفيظ درويش المناصير والمجاهد فضيل الشهوان العجارمه. والمجاهد جمال المجالي. وبعد ان وصلوا الى مناطق فلسطين وتم ارسالهم الى بلديه اللد في ذلك الوقت للتنسيق مع رئيس البلديه حينها ومع الملازم اديب القاسم. كان المجاهدون الاردنيون يتمركزون في منطقه الرمله بتوجيه من قبل اديب القاسم وبرعايه من رئيس البلديه مصطفى الخيري فكانوا يمدونهم بالسلاح والعتاد، كانوا يوفرون لهم التموين، كانوا يوفرون لهم التدريب ليستطيعوا ان يواجهوا قوات الصهيونيه التي ستتوجه او تقتحم منطقه اللد والرمله. ومما يجدر ذكره ان عمليات التدريب والتزويد والايواء لهؤلاء المجاهدين كان يتم في مدرسة ومن باب التاريخ تسمى مدرسة الصلاحية في اللد الملك عبدالله الأول رحمه الله خاطب كلوب لتعزيز السرية بكتيبة ليتمكن من مواجهة عدو صهيوني إلا أن كلوب لم يرسل سوى 200 جندي والآن أصبح مجموع القوى كلها لا تتجاوز 400 إلى 500 مقاومة بين الجيش العربي وبين المقاومة من المجاهدين والمناظرين العرب مقابل لواءين إسرائيليين يقدر عددهم ب 6500 جندي قام اليهود بعمليات تمويه لإهام الأردنيين بأنهم سيهاجموا منطقة جنوب بيسان وغور الجفتلك وبالتالي يشتت جهد هذه القوات ما بين اللد والرمله وغور بيسان، وبالفعل امر القائد الانجليزي كلوب الكتيبه الاردنيه بدل ان تتوجه الى اللد والرمله امرها بالتوجه الى منطقه غور بيسان، وبقيت السريه الخامسه والمجاهدين العرب في اللد والرمله بغير تعزيز. بعد عده محاولات قام بها العدو الاسرائيلي للوصول إلى اللد والرملة وكانت تبوء بالفشل نتيجة المقاومة الشديدة من أفراد السرية الخامسة ومن المقاومين العرب كان العدو يعيد تنظيمه ويعمل هجمة أخرى في سبيل السيطرة على اللد والرملة وهنا لا بد أن أجيب على تساؤل يعني لماذا أعطى الإسرائيليون أولوية لاحتلال اللد والرملة هي لاسباب عسكريه بحته، اولا لتحقيق انتصارات في لحظه ضعف وانهزام نفسي ومعنوي للجيش العربي الاردني. ايضا لقرب اللد والرمله من مناطق قواعد الاساسيه لليهود مثل يافا، حيفا او ما يسمى الان تل ابيب. وايضا يريد ان يحصلوا على مكاسب اقليميه استراتيجيه سيعترف بها بالمستقبل وايضا هم يريدوا أن يخففوا الضغط على القدس الذي كان يقوم به أبناء الكتيب السادس وأبناء الكتيب الرابعة في محاصرة اليهود حول القدس ومنعهم من الوصول أطلق الإسرائيليون عملية رئيسية للهجوم على اللد والرملة وكان الاسم الرمزي لهذه العملية داني وأعادوا تأليف وتشكيل قوة جديدة بقيادة جديدة من 6500 ألاف إرهابي صهيوني مقسمة إلى ثلاث ألوية مزودة بناقلات جنود مدرعة وبسلاح متطور وإسناد جوي بدأ الهجوم الرئيسي الإسرائيلي في تسعة سبعة ألف وثمانية تقدموا من شرق اللد لواء من الألوي تقدم من جنوب قرية عنابة تقدموا الساعة الواحدة فجرا من صباح عشرة تموز واستطاعوا الوصول إلى مطار اللد والسيطرة عليه واستطاعوا بعد قتال ومقاومة عنيفة من عزل السرية الخامسة ومحاصرتها وتمكن اللوائين الآخرين من تطويق مدينة اللد والرملة وعزلهما وقطع أي طرق إمداد أو تعزيز للسرية الخامسة وللمقاومين داخل اللد والرملة وحقيقة تعرضت المدينتان إلى قصف جوي فريد من نوعه أحرق الأخضر واليابس يرافق قصف مدفعي يشمل الأحياء المأهولة بالسكان المدنيين دار قتال شرس استمر لعدة أيام تمكن ابناء الجيش العربي والمجاهدين الاردنيين والمناضلين العرب من الحاق خسائر كبيره بالعدو الصهيوني ولكن قدر الله ان تكون النتيجه محسومه لصالح الجيش الاسرائيلي واحتلال اللد والرمله بعد ان حاصروا السريه الخامسه واستشهد من السريه الخامسه من استشهد وبعد محادثات ومفاوضات تم سحب السرية الخامسة ما تبقى منها من جرحى وأحياء للعودة إلى الخلف وهنا لا بد أن أذكر أن الرقيب يسمى صلاح الدين عبد العزيز العدوان بقي يقاتل مع فئة قليلة في مركز للشرطة تحت سيطرة السرية الخامسة حتى لم يبقى معه وجنوده سوى خمس طلقات ولكنه لم يستسلم الا بعد ان انتهت ذخيرته ولما عاد سالما تم تكريمه بوسام الاقدام العسكري هو ورفاقه وهنا لا بد ان اقول ان قبر الملازم عبد الله فلاح السرديه من ابناء المفرق ما زال شاهدا على مقاومه ابناء الجيش العربي والاردنيين دفاعا عن اللد والرمله فما زال قبر عبد الله فلاح السرديه قائما يحافظ عليه في منطقه اللد حتى يومنا هذا الى هنا استودعكم الله